كنظن ان اليوم العالم الافتراضي رجع مفتوح على جميع المجالات والاختراقات يعني تقريبا كل نهار، ف ما عرفتش المساله شنو نقدر نقول لك فيها. بحالي بحال كاع الناس اللي متبعين هذا الشيء. اش بغاو يديروا بيا انا صاحبي؟ انا دروي اولو بعدهم ما يديروا في لاشين ديالي انا. شوف قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.